القوات الأذربيجانية تهاجم إقليم ناغورنو قراباغ. المعارك اندلعت في جميع نقاط الدنس. هذا الإقليم يقع داخل أذربيجان، مساحته حوالي 4400 كيلومتر مربع، تتصارع عليه أرمينيا وأذربيجان، وفي الخلفية دول عدة قوية تدعم كلا البلدين، لكن أغلب سكانه من الأرمن. تعود جذور النزاع إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما قرر الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين ضم الإقليم إلى أرمينيا. في المقابل ضم ستالين إداريا منطقة نخاتشيفان إلى أذربيجان، وهي المنطقة الواقعة جغرافيا في أرمينيا وتسكنها أغلبية أذرية. في 1988 اندلعت حرب أهلية في الإقليم سقط بها مئات القتلى. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعلن القادة في الإقليم استقلالهم. اعترضت أذربيجان واعتبرته انفصالا وتمردا، فيما دعمتهم أرمينيا ماديا وعسكريا. فاندلع القتال من جديد وسقط آلاف القتلى حتى توصلوا لاتفاق وقف إطلاق نار في 1994. بعد سنوات عادت المناوشات بين الجانبين، لكن في 2020 اندلعت حرب طاحنة من جديد. تمكنت أذربيجان من استعادة قسم كبير من أراضي الإقليم الذي يعترف المجتمع الدولي بأنه جزء من أراضيها. وفي 2023 أطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب لاستعادة المزيد من الأراضي. تقف تركيا إلى صف أذربيجان وتصف موقف أرمينيا بأنه أكبر تهديد للسلم والاستقرار في المنطقة. أما روسيا فتعد حليفة لأرمينيا، لكن تقارب إيران مع الغرب أثار قلق وانزعاج روسيا. أما إيران فتعزز وجودها العسكري على الحدود بين البلدين وتحذر من أن تغيير الحدود في المنطقة خط أحمر.